اسمي محسن، السواف محسن. غبت على تونس ليا سنين، خليت وراي اخويا، عائلتي، صحابي. مشيت وانا حاط في مخي باش نبني مستقبل وحياة جديدة، لكن بعد 4 سنين جيلي برقية من عند رئاسة الجمهورية باش نرجع للبلاد. وكانت البرقية من رئيس الجمهورية بيتو، وفيها استدعاء للقصر. قررت أن نرجع لتونس، وأجريت معاه مقابلة، وفيت بتعييني كمستثمر في قطاع متاع الطبخ في تونس. توجهنا بعدها على عين المكان باش نلقي القسم تاعي. النوتاسيون تاعك توا مستثمر في مجال التبغ والوقيت، كي عيط لك في راس يعيط لك يقول لك مستثمر في مجال التبغ والوقيت محسن محسوي تتقدم لك فاز بي هذيك سينو تهزك الفاز بيدك اون ديري معناها تعمل في القاسم كيما تحب. استنى شوف انا اي كاع باكسيون توا، خلينا نتير انا لحظة. يا شبكش توا الليلة هذي ماكي تكبسو فين انت؟ هاي هاي السلام عليكم. ياسين ياسين سي محسن نسمع فيك. نزمرك كالعرس ولا ايه؟ اي تنجم تنجم عندك السيرين بتاع تنجم تستمر. عرس الزمر. شيء كبير والله، شيء بذخ شيء ولو كبير. انه يعني ما حبذش حاجات كيما هيك، الشعب يعني يغزر هيك ماك تعرف. حطوا مسجل سيد الرئيس. حط اللي تحب. عنا سمارة سيد الرئيس في الراديو. اورورو ولا الاخرى؟ اورورو صديق، اورورو. اورورو. الشعب بس ديك الاورورو في والله مشي الشعب اورورو والله. ايه يا ساسي هيك اقعد اقعد اتفرج كبر بيها على السوق في الباقة. شوف السيد الرئيس شكون حاط في الامن. سيد الرئيس والله غالب، والله غالب غالب اخوي. نزلنا يعني في مرحلة انتقالية، لازمنا لازمنا نصبروا يعني، غض النظر يعني على برشا حاجات. الله غالب شكون يعني. هو كذاك سيد الرئيس، هو كذاك. اما هذا ما يمنعش اللي بلاد يعني محطوطة على السكة ماشية نعم في الطريق السكة. الصحيح، هذا يعني يكون مؤكد يعني يكون مهني. يعني انت ما استثمرت في البلاد هذه كما تعرف يعني كون الأمور مهني مزمرة سيد أصلا. مستثمر. تهنى تهنى من الاول بالطبيعة مش تلقى صعوبات وكذا، من بعد معناها يكون مهني للامور كله بستبدا مريق لا بحول الله يعني نطمئنك يعني. شكرا شكرا سيد الرئيس، شكرا. هو كذلك هو كذلك، ربي يخليك لنا سيد الرئيس. هو كذلك. عيش 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 كريس. نعطيو زمارة متاع العرس سيد الرئيس توا. اضرب اضرب. أمن المكان أمن المكان يا شودي، أمن المكان أمن المكان. نختفى السلفية مع بعضنا، نختفى السلفية سيد الرئيس. حطك اي اكيك وي 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 وي. تاقيني سيد الرئيس تاقيني. يعني هس يعني السمارت فون هذوما يعني نجمتش نعتد عليهم يعني. موديل جديد للأسف يعني. موديل جديد موديل جديد. ايه ديجا كان عندي يعني النوكيا يعني 1100 يعني نوكيا 1100، ومن بعد يعني مؤسسة الرئاسة يعني جابت لي النوكيا. معناها ذاك توارث عنا احنا في العائلة سيد الرئيس. ورغم التعيين اللي صار لي الا انه كان لازمني نعرف اللي باش نواجه برشا صعوبات في هالبلاد كيما قبل بالضبط. هك علاش رجعت لحومتي وعينت اصحابي وجماعة عندي فيهم الثقة في مناصب في الشركة، وما راعني الا بالمشاكل اللي بدات تهد علينا بالوحدة بالوحدة. وان كانت اول مشكلة كون المنافسين متاعنا قاموا بعملية ارهابية في واحد من المصانع متاعنا. وبالرغم من التدخلات اللي صارت مع عند الحاكم
إلا أن ما أجملش نحصل على أي تعويذات بسبب العملية الإرهابية هذه. فقمنا بشنو أي تونسي يجم يعمل في الموقف هذا. إيه نعم، عملنا مظاهرة. اسمع ليه نادي ندخو بها يا جماعة. اسمع انت يرمي دوخك يخرج من الصدمة زعما زعما الحكاية. حضر اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية. هذه باهي إلا البداية، هكا علاش نقدم لكم قصة محسن الصواف.